السلام عليكم. اليوم رانا في الجزء الثاني تاع التهيئة هذه في على مستوى مدينة عنابة، وهذا شارع آخر، هذا شارع آخر يتم هنا النوعية تاع الفافي. هذا أفضل، هذا الفافي المطلوب، هذا فافي دان إيطونش ما يشربش الماء، هذا الفافي ما يشربش الماء، عمل جيد، هذا العمل جيد، هذا العمل جيد، هذا العمل جيد، هذا عامل مليح، فافي هذا ما يدخلوش الماء. فافي هذا ما يدخلوش الماء. بس كان يشوف فيه يبري، يبري من الفوق، يبري يبري صافي يدير مليح. وهنا فوق دوك نعطي لهم فكره باش يطبقوها هنا، اوتور دي زاب حول الاشجار بلا ما يكسروا هذو لي شيت. الفافي هذو ما لازمش يكسروه، يقدروا يديروا دي بورتير، يديروهم من الفوق، يديروهم فوق الارض، يكونوا شويه اعراض ويغطوا هذوك لي ديفيرونس. لابورتير تنحط من الفوق، فوق الفافي هذا ماشي لداخل الفافي، لابورتير تنحط من الفوق وتكون عريضه وتغلق دا تغلق كاع هذوك لي ديفو، تتحط من الفوق. فهمتوا يا ناس؟ لابورتير تتحط من الفوق فوق الفافي هذا وتغطي هذوك لي بورتير لي هذوك لي شيت اللي يبقاو. وهنا هذا الجرانيت هذا ولا سيجي جرانيت ولا سيجي جرانيت ارتيفيسيال ولا هذا البروبليم تاعو يتنحى، يطير 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 يتنحى، هذا يتنحى ما يلصقش مليح، ما يلصقش مليح. هذا هو شباب بصح يتنحى، يطير يطير. على اي حال لا بلاج روعه، مكان رائع، فورنيش رائعه، الخدمه شويه لا كوربير نتاع لالينيومون شويه ناقص، لالينيومون السمك نتاع هذا السمك ديالو ماشي تاع سوليسيتاسيون بيبليك، السمك ديالو نو هذه 2 سنتيم، 2 سنتيم لا تكفي، المفروض كانوا يديروا 4 سنتيمترات 4. وهذه الحجره، هذه الحجره من تحت، هذه من تحت اللي سيسبوندو، اللي سيسبوندو طيح معلقة شيت، تشد شوية سيمان بعد ذلك سيمان يموت وبعد تطيح. هذا الجرانيت هذا اللي داروه عام فوق من بعد يعاود يبدأ يطيح. لازم يديروا فوق حاجة اللي تروبوزي، لازم يحطوا فوق حاجة اللي تروبوزي. يطيح. وهنا كنا كما قلنا في الاشجار هادو لازم لابورديور تاع الشجره تكون تتحط فوق الجرانيت وتكون عريضه، باه مام بلات، معليش ماشي شرط تكون عاليه، مام بلات، المهم تكون عريضه
وتندار اوتور وتغلق كاع هذيك هذوك لي فيد لي شوت هذوك اللي يبقاو. ميم فو بوفي ميم لافير بهذا هذا الحجر هذا يعاودوا يديروا اون بوردور بهذا لو بافي يتحط من الفوق يتحط من الفوق يديروهم بالجرانيت هذوك اللي فيها اون جرانيت هذو لي بوردور تاع الشجر يديروهم بالجرانيت كيما هذا كيما هذا. بصح الا كديرتهم في الشجر راك تحطهم فوق الارض الا حطيتهم فوق الارض يشدوا يقدروا يشدوا الا حطيتهم فوق الارض هادو كدير بهم لي بوردور تاع لي زار هذا المارب هذا المارب هذا دير به لي بوردور تاع الشجر هم يشدوا. علاش؟ باسكو هادو يتحطوا فوق الارض ميبقاش سسبوندي سسبوندي ما يشدوش الجرانيت كيكون سسبوندي ثقيل ثقيل ما يشدش باش لازم له لازم له الجرانيت يخدموا كيخدموا في اللاد في الـ في الروفيتمون فيرتيكال لازم داك لازم دي سيبور ما تقدرش تشد هكذا ما يشدش ولا دير دي جوان ما دير دي بتي كارو دير جوان كبير شنو ما يشدش. على أي حال هذا هو الاشغال هذا البافي مليح البافي هذا مليح اللي يطونش البافي هذا من فوق يطونش هذا من فوق راه مفرنفرسي بالسيمان راه مفرنفرسي بالسيمان غادي يبدا مليح هذا داروا فيها الشجر زادوا غرسوا البالمي هذو معليش بالمي مليح بالمي سي تاع منار ميديترانيا ماهوش من تاع الصحراء بالمي ماهوش خاص بالصحراء بالمي سي نار ميديترانيا ينوض في الطاليان ينوض في كل دول تاع المتوسط في الاماكن السخونه وكان حراره شويه ينوض ما ينوضش غير في لي بيي سكوندينات لي بيي في النور لي زوط بيي ينوض فيهم كامل المار البانيي هذا إذن هذه هي أشغال تاع الكورنيش هذا نترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم.